وربي يا رب إن شاء الله يتمم لكم حياتكم بسعادة. برأيك وش هي الصفات والأشياء اللي لمسيها في شخصية زوجك وتتوقعي إنها هذه ممكن تخلي الزواج يستمر؟ متفهم لفكرة إن أنا عندي طموح، متفهم لفكرة إن أنا بحب شغلي مرة، متفهم لطبيعتي و وأشياء كثير يعني. أسلوب حبك زي ما أنتي؟ بالضبط يعني. هذا ممكن فعلا يا يخلي زواجي يستمر يا ينهي تماما ويعدمه. تدرين ما كان لازم تجاوبي، انت شفتوا اللمعه اللي في عيونها هذه اللمعه يعني حب، عرفتوا هذه اللمعه يعني حب. الله يهنيك. امراه مستقله ماديا وعندي عمل وناجحه، الرجال هنا بيكون لازم يتنازل عن دور من الادوار اللي حضرتك قلتيها، دور الاب، لان هي صح انسانه اوريدي هي سوت وهي استقلت وخلاص صار عندها قرارها، صاحبه قرار في حياتها وصارت قادره تسوي كل شيء هي تحتاجه وتبغاه، ما في داعي تنظر عليها. بالضبط. فالمشكله في هنا انه الرجال يبغى يمارس شخصيه الاب، انه يبغى يقول هذا حلو بس هي. انا احيانا انا مع نفسي ما بحب اسمع بس هو حلو ولا مو حلو، يعني اسوي كذا ولا ما اسوي كذا، ايش رايك اسوي كذا بس. ال 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 الأشياء لما بتكون كذا أنا من الناس اللي ما أبغاها. بس العنود خذي وجهة نظره واسمعيها، ترى راح يستانس أكثر. يحب الرجل يحس إنه كلامه مسموع، صح، وإنه وجهة نظره كذا مرغوبة عن زوجته، وإنه زوجته تحتاج بوجهة النظر حتى لو أنت فعلا عمليا منتي. أنت على شخصية رحمة في دكة العبيد، إيه؟ شبهك إيش؟ رحمة، لا رحمة ما تشبهني أبداً. ليش حبيتيها؟ اتعلقت بقصة رحمة لأنها قصة إنسانية جداً، وبتحكي عن موضوع في الوقت هذا كان صعب جداً على الناس والإنسانية اللي هو العبيد. فعشان كذا لمسني القصة وكيف هي عانت وكيف الموضوع، وبعدين اشتغلت على الموضوع مرة كثير علشان يطلع الشخصية نفسها. إيه، وهي أم الأربع أطفال، فاختبرت إحساس الأمومة. هل لا زالت عنود العنيدة؟ وهذا العند هل كان شيء سلبي أو إيجابي في حياة العنود؟ لا، كان سلبي في كثير مواقف، لأني كنت أبحث عن نفسي وإيش أحتاج وإيش أبغى، وكنت في سن المراهقة جداً جداً عنيدة وصعب أسمع الكلام. بس مع العمر والتجارب والخبرة عرفت لا، أنه في أحد ممكن يكون قريب منك ويحبك، يعطيك الموضوع من الأخير وإيش رح يصير. فصار لا، في ناس أثق فيهم، صار عندي نموذج ثاني في بالي انه بثق في احد يقول لي المعلومه على طول، فما صرت عنيده، صرت اسمع. حلو. يعني السمع هو اللي غيرني كثير، هو اللي غير مفهومي. إيه؟ كثير. طبعا نعرف انه كانت والدتك غير قابله في دخولك هذا المجال، ولكن ما شاء الله لما شافت هذه النجاحات، وقد نقول ممكن مع تغير الوقت، لانه انا برضو اذا بتكلم عن نفسي كانوا في كثير في محيطي أو في دائرتي الضيقة كانوا رافضين هذا الشيء، ولكن اليوم هي من أكثر الناس الداعمين العنود، نفس ما عندي ناس داعمين لي. إيش الشيء اللي غير رأيها؟ لما شافتني، مو إن أنا نجحت، هذا اللي غير رأيها. لما شافتني وشافت حياتي كيف وشافت شغلي كيف وشافتني، اطمنت لما شافتني في الشغل في الواقع انا شلون في اللوكيشن، انه ما في شيء قاعد يضرني، انه ما في شيء قاعد يخليني انسانه ثانيه، انسانه زي ما نعرف ان الوسط الفني دائما في شوائب وفي كلام كثير عليه،
بس هي لما شافتني ان انا بخير وان انا كويسه وان ما في شيء ممكن يخلف تربيتها او ممكن صح. يخليها مو مطمنه علي، فهذا اللي خلاها تعطيني فرصه وتشوفني وتامن في اللي انا احبه، وثقت اكثر بالعنود. بالضبط. في اوقات احنا نحس فيها بالاكتفاء الذاتي او قد نقدر نقول نوصل الى قمه السعاده لما نحس انه احنا انجزنا شيء او سوينا حاجه احنا نجحنا فيها. متى توصل العنود لهذه المرحله؟ هي لما تلمس يعني تحس بانها نجحت، ولا لما تسمع من الناس الثانيه انه والله انت نجحتي يا العنود؟ احس بالسعاده لما يعني احس ان انا اثبتت وجودي في المكان اللي انا موجوده فيه واهلي يكونوا شايفين هذا. هذه سعادتي بتكمل في اهلي. الناس اي طبعا بشوف صراحه ما بعطي يعني ما بعطي فرصه اني اسمع مره كثير، لان انا انسانه بحس الكلام كثير لما يكون ايجابي بيغير في الانسان، بيعطيه بيخلي عنده الغرور يزيد، بيخلي بيغير في فطرته. وانا دائما بحاول ابعد عن الاشياء اللي ممكن تخليني احس بعظمه او احس ان انا الفريده من نوعي. لا ما أبغى. الانتقاد امر لابد منه. من مين تقبلي او تتقبلين انك تسمعي الانتقاد منه؟ تسمعينها بانصات؟ انا بسمع من اللي عنده خبره في الشيء اللي قاعد ينتقده. اكيد راح اسمع منه جدا، بس مو من اي احد، يعني مو من اي احد مثلا في مجالي راح اسمع ينتقدني، راح اسمع لممثل عنده خبره اكثر مني، لناقد سينمائي، يعني احد عنده خبره. طيب الحين بنروح فقره الاسئله السريعه، تجاوبين اي لا وتكون اجوبتك بشكل اسرع. أوكي. لو رجع فيك الزمن هل تختارين انك تكوني ممثله؟ ايه. حلو. بعد شغف التمثيل في المرتبه الثانيه، خلونا نقول هل في مهنه ثانيه او شيء ثاني حابه انك تتعلمينه وكنت بتعمليه لو ما كنت ممثله؟ مخرجه. حلو. المسلسلات ولا الافلام، ايهما الاقرب الى قلبك؟ الاثنين. الاقرب. الأفلام. أوكي. نصيحة تقولينها لبنتك في المستقبل لو ودها تدخل هذا المجال؟ صعب. اللي بعده. لو من كل حلقتنا اليوم حابة أن الجمهور يذكر شيء واحد لك في هذه الحلقة، إيش بيكون؟ يذكر لي أني كنت مستحية مرة. خجولة جدا. شكرا لك العنود. نرجع لل طبعا للطاولة الآن. تفضلوا. يلا تفضلوا.